المحاضرة السابقة بلشنا بـ Chapter 1 من مادة الكيمياء الفيزيائية، وحكينا إنه الريفرنس أو التكست بوك المعتمد اللي هو Physical Chemistry for Littler. فالتشابتر الأول عنوانه The Nature of Physical Chemistry and the Kinetic Theory of Gases. حكينا بالمحاضرة السابقة، عرفنا شو هي الكيمياء الفيزيائية، شو هي الأمور اللي بتركز عليها الكيمياء الفيزيائية، يعني أخذنا مقدمة بالبداية، بعدين أخذنا بعض المصطلحات من الفيزياء اللي حنستخدمها بمادتنا زي الورك، الكينيتيك انرجي، البوتنشال انرجي. بعدها عرفنا السيستم. هلا حكينا احنا كفيزيكال كيمست دائما الهدف الدراسي له بنسميه سيستم، اللي هو النظام. أخذنا شو هو النظام، اللي عبارة عن segment of a word له boundary، boundary معروفة، و ايش المحيط فيه هو عبارة عن surrounding. فأخذنا شو هي أنواع السيستمز، واللي كان في عنا الأوبن سيستم واللي هو بيكون مفتوح على surrounding، وفي انتقال ما بين السيستم والسراوندينج للمادة والإنيرجي بشكل عام. أخذنا عن الكلوزد إنه الإنيرجي تنتقل ما بين السيستم والسراوندينج، لكن إنه المتر لا بضلها ممنوع تنتقل. وفي آخر نظام، آخر نوع من أنواع السيستمز اللي هو كان الايزوليتد، المعزول تماما عن السراوندينج، فلا المادة ولا الإنيرجي كان بي ترانسفيرد بين ذم. هلا بعدها حكينا انه هذا السيستم له مجموعه من الخصائص، فانا اذا عرفت هاي الخصائص زي التمبرشر، زي البريشر، زي الفوليوم، الاماونت، فانا بحدد حاله السيستم، حاله النظام، فهاي الستيت اوف سيستم. حكينا ممكن يكون في عنا معادله رياضيه تربط هاي الخصائص مع بعض، سميناها equation of state. هلا رجعنا حكينا عن الإيكوليبريوم، إنه متى بحكي عن هذا السيستم is in equilibrium، في حالة اتزان، إذا كان خصائص هذا النظام ثابتة مع الزمن ما بتتغير، فهون بنكون وصلنا لحالة الإيكوليبريوم. حكينا كمان إنه بالنسبة للبروبرتيز للسيستم بنقسمها لقسمين intensive وextensive. intensive property هي عبارة عن الخاصية التي لا تعتمد على الـ amount of substance، مثال الـ density، الـ temperature، الـ pressure. بينما الـ extensive property هي الخصائص التي تعتمد على الـ amount، depends on the amount of substance، واللي هي زي الـ mass والـ volume. هلا وصلنا احنا لسكشن رقم 1-4 بالشابتر، واللي عنوانه ثيرمال إيكوليبريوم، اللي هو الاتزان الحراري. هلا بدنا نوضح شو هو الاتزان الحراري والقانون المتعلق بالاتزان الحراري. هلا في عنا it is common experience that when two objects at different temperature are placed in contact with each other for a long enough period of time their temperature will become equal. هلا بحكي لنا هون صار عنا من الخبرة ومن الأشياء العملية اللي بنشوفها بحياتنا، إنه إذا كان في عندي two objects، يعني جسمين مختلفين، سواء شو ما كانوا هدول أنواع الجسيم الأجسام اللي إحنا بنحطهم، إلهم درجة حرارة مختلفة. إذا حطيناهم placed in contact with each other، حطيناهم بجنب بعض، يعني في بيناتهم اتصال، وتركناهم لفترة زمنية كافية، رح يصير في عنا equilibrium، حالة اتزان حراري، انه درجة الحرارة تاعتهم رح تصير متساوية. زي ما احنا شايفين هون في عنا hot object وفي cold object. هلا اذا حطيناهم جنب بعض رح يصير في عندي تدفق للحرارة من ال hot to the cold لغاية ما توصل انه يصير عنا درجة حرارة متساوية. وصلنا لدرجة حرارة متساوية، هاي بنسميها thermal equilibrium. فبنلاحظ مثلا درجة الحرارة هون صارت 26 degree celsius، وهون صارت 26 درجة سيليسيوس. فاللي بصير عنا انه بصير flow of heat from warmer body، بصير في عندي تدفق للحرارة من الجسم الأسخن أو الساخن للجسم الأبرد اللي هو colder body. هون بدنا نتعامل على انه الهيت هي not temperature، يعني اللي بنتقل مش temperature. temperature هي عبارة عن تعبير، مشان أنا بنعبر فيه، عبارة عن مقياس بنعبر فيه عن الهيت، يعني هل هي hot ولا cold.
بينما الهيت هي شكل من أشكال الطاقة. هلأ كمان هاي الرسمة بتبين كيف إنه بصير في عنا flow من ال hot object to the cold object. مثلا هون لو أخذنا ال cold درجة حرارة 0 درجة سيليسيوس وال hot درجة حرارة 100 درجة سيليسيوس، فرح يصير في عنا حالة اتزان وتساوي بدرجة الحرارة بعد فترة زمنية معينة إنه بيكون 50-50. هلا زي ما حكينا الـ concept of heat as a form of energy، يعني لما احكي heat ما بحكي عن درجة حرارة، بحكي عن شكل من اشكال الطاقة. هلا بنبثق من الـ thermal equilibrium، قانون من قوانين الـ thermodynamics اللي هو اسمه zeroth law of thermodynamics. هلا احنا زي ما حكينا الكيمياء الفيزيائية واحد، رح نركز فيها على الديناميكا الحرارية. والديناميكا الحرارية في ثلاث قوانين، كل قانون له نص معين وله قوانين رياضية خاصة فيه وكوانتيتيز راح نحددها. فعنا القانون الأول بالديناميكا الحرارية، والقانون الثاني والثالث. هلا إحنا مشان نروح لهذولاك القوانين بدنا نبلش بالقانون الأساسي اللي هو zeroth law of thermodynamics. على شو بنص zeroth law of thermodynamics؟ بحكي لنا two bodies in a thermal equilibrium with a third are in equilibrium with each other. خلينا نفسرها هون. بحكي لي إذا كان في عنا two bodies in thermal equilibrium، في عندي جسيمين هذول اثنين لهم اتزان حراري مع واحد ثالث. يعني لو حكينا هون إنه A is in a thermal equilibrium with C و B is in a thermal equilibrium with C. هذي ما two object أو two bodies، اثنين إلهم اتزان حراري مع جسم ثالث اللي هو C. من هون بنحكي إنه إذا هذول two objects أو two bodies are in equilibrium، اللي هم A أو B، A و B رح يكونوا كمان في حالة اتزان. فنفسره كمان مرة ثانية، two bodies A and B، في عنا A and B that are in thermal equilibrium with each other at the same time and additional body C is in equilibrium with B. Experimentally we find that A and C also are in equilibrium with each other. يعني لو أخذنا إنه هون A is in equilibrium with B و B is in equilibrium with C، فإذا هون في عنا بديهيا A و C رح يصير بيناتهم حالة اتزان حراري، وهاي هي بنسميه zeroth law of thermodynamics. هلا لما حكينا المرة الماضية عن السيستم، حكينا انه في له خصائص temperature, pressure, volume, number of mole. هلا رح نتطرق لهاي الخصائص واحدة واحدة، وكل خاصية كيف ممكن نقيسها او اذا في قوانين متعلقة فيها رح ناخذها. هلا اول خاصية اللي هي temperature، temperature of the system، درجة حرارة النظام، وكثير مهم لما نيجي ندرس نظام معين نعرف درجة حرارته. مشان هيك رح ناخذ عن الكونسبت اوف تمبرتشر اند ات از ميجرمنتس، اللي هو مفهوم التمبرتشر وطريقة القياس تاعته. هلا بالنسبة للتمبرتشر هي عبارة عن سنسيشن that we accept as indication of whether an object is hot or cold. يعني هي بس عبارة عن اشي بنعبر فيه عن مدى سخونة او برودة جسم معين او نظام معين. اذا temperature مش نوع من انواع الطاقة، هي درجة او مقياس للتعبير عن سخونة والبرودة. هلا الجهاز المستخدم او الاداة المستخدمة لقياس درجة الحرارة زي ما بنعرف هي عبارة عن الترموميتر، ومر معكم اللي اخذوا مختبرات في اخذتوا الميركوري ترموميتر اللي هو الميزان الزئبقي، في انه بادفانسد لابوراتوريز راح تمر عليكم ديجيتال ترموميتر اللي هو ميزان حرارة ديجيتال، يعني بس نحطه بسوليوشن بيعطينا ارقام. فالفيرست ترموميتر اول ميزان حرارة تم اعتماده وتحديد من خلاله الفريزنج بوينت والبويلينج بوينت للووتر كمرجع introduced by the Danish astronomer أولوس رامبر اللي هو هذا العالم، وهنا كان مواليد 1644 لغاية 1710.
المقياس اللي كان مستخدم اللي هو سنتيغريد سكيل، واللي هو نفسه سيليسيوس سكيل. طبعا حاليا في موجود الكلفن سكيل، في الفهرنهايت سكيل، فحسب القانون، حسب الريليشن شيب، حسب الدول. مثلا احنا هون بالدول العربية بنعتمد السيليسيوس سكيل، مثلا بأمريكا بتلاحظوا دائما درجات الحرارة عندهم او النشرات الجوية بحطوا درجات الحرارة بالفهرنهايت، فبيعتمد السكيل او بيختلف من دولة الى دولة. بس في قوانين انه للتحويل مثلا من سنتيغريد للكلفن للفهرنهايت. هلا على 1 اتموسفير، على ضغط 1 اتموسفير، تم اعتماد انه الفريزنج بوينت للووتر هي عبارة عن 0 degree Celsius، والبويلنج بوينت للووتر هي عبارة عن 100 degree Celsius. هلا هذا اللي بيهمنا بالتمبرتشر، اللي هو نعرف شو هي السكيلز المستخدمة لقياس التمبرتشر. احنا مش كاتبينها هون بس اكيد انتو بتعرفوها من كيمياء عامة. 1 اللي هي سليسيس او سنتيغريد ديجري بنسميها، او الفهرنهايت والكلفن. هلا رح نروح للخاصية الثانية واللي هي من خصائص السيستم واللي كثير بتهمنا، اللي هي عبارة عن البريشر. فبدنا نعرف البريشر وناخذ القوانين المتعلقة بالبريشر. هلا البريشر هو عبارة عن فورس بير يونت اريا، هو عبارة عن القوة لوحدة مساحة، يعني قديش القوة اللي بتأثر على مساحة معينة، هاي بنسميها البريشر. فمشان هيك بتساوي، هي عبارة عن P بتساوي F على A اللي هي الفورس. هلا من اشهر الامثلة على البريشر واللي هي موجودنا بحياتنا اليوم، موجود بحياتنا اليومية، اللي هي الاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي. هلا بالنسبة للاتموسفير، one of the most familiar forms of pressure is that exerted by the atmosphere اللي هو الضغط الجوي زي ما حكينا. الاتموسفيريك بريشر دائما بتم قياسه بالاعتماد على ال height of mercury column trapped inverted tube suspended in a pool of mercury. يعني دائما احنا كيف بتم قياس الاتموسفيريك بريشر؟ من خلال انه بيكون في عنا pool of mercury زي بركي، يعني من الميركوري بيكون موجود فيها كولوم، عمود او تيوب. هلا قديش مقدار ارتفاع الميركوري بالتيوب بيكون في عنا بتم قياس البريشر بناء عليها. فاذا هون البريشر is proportional to the height، كل ما كان الهايت اعلى كل ما كان الضغط بيكون اعلى. هلا البريشر شو بيساوي؟ بيساوي رو، هاي بنلفظها رو، مضروبة في جي في اتش. رو هي عبارة عن density، هي عبارة عن الكثافة، وجي هي عبارة عن acceleration of gravity اللي هي تسارع الجاذبية الأرضية. فإذا احنا عرفنا الهايت، التسارع الجاذبية الأرضية already معروف، والdensity بتكون موجودة لسواء أشو الهواء أو الميركوري أو شو ما كان، بنحسب البريشر من خلاله. اذا احنا بنقدر نحسب الاتموسفيريك بريشر من خلال هاي الطريقه. هلا بالبدايه لما كانوا يحسبوا الاتموسفيريك بريشر كانوا بيحسبوا من خلال وزن عمود الزئبق، اللي هو مثلا بيكون ارتفاعه 760 مليمتر زئبق. ارتفاع 760 مليمتر زئبق كم وزنه اللي بيأثر على مساحة معينة على درجة حرارة ثابتة واللي هي 0 degree Celsius. هلا في عنا عدة وحدات مستخدمة لقياس البريشر، بتم قياس البريشر بعدة وحدات مختلفة. الوحدة الأولى اللي هي عبارة عن زي ما شفنا هون في مليمتر زئبق، ممكن تكون لأنه بنستخدم الزئبق في قياس البريشر. في كمان 1 اتموسفير، هاي انه الاتموسفير هي عبارة عن وحدة لقياس البريشر. في عنا وحدة ثانية اللي هي الباسكال، وفي كمان وحدة اللي هي البار، وفي كمان انه التار. فاحنا كل وحدة ولهم relationship between each other. هلا الستاندرد اتموسفيريك بريشر هي عبارة عن 1 اتموسفير،
وبنعرفها على أساس إنها بتساوي 101325 باسكال. الباسكال هي عبارة عن الـ SI unit calibration، وبتساوي أو ممكن نعبر عنها الباسكال بـ كيلوغرام بير متر بير سكند سكوير، واللي هي نفسها كمان نيوتن بير متر سكوير. يعني بتتذكروا حكينا البريشر هو عبارة عن فورس على اريا، قوة على مساحة، فوحدة القوة زي ما بنعرف بالفيزياء عبارة عن النيوتن، والمساحة هي عبارة عن متر سكوير. هلا هون لأنها هي بالبسط صارت ماينس 2. هلا لو أخذنا النيوتن وكمان إنه هي عبارة عن كيلوغرام بير إشي، بصفي عنا إنه الوحدة هاي. هلا في عنا إنه بحكينا بعض مرات الباسكال كونه رقم كثير كبير مش مريح للاستخدام، فممكن نستخدم اليونت أوف تار اللي هي التار. هلا واحد أتموسفير بيساوي 760 تار، كمان واحد أتموسفير بيساوي 760 مليمتر زئبق، فالتار والمليمتر زئبق نفس الشيء. هلا كمان في عنا إنه هاي الواحد تار هو نفسه الواحد مليمتر زئبق. في كمان وحدة ممكن استخدامها لقياس الضغط واللي هي عبارة عن البار، والواحد بار بيساوي 100 كيلو باسكال وبيساوي 0.986923 اتموسفير. فكمان هون انه علاقة البار مع الاتموسفير وعلاقة البار مع الباسكال او الكيلو باسكال. هلا الواحد اتموسفير بيساوي، احنا حكينا هون واحد اتموسفير هو عبارة عن 101325 باسكال، كمان هو عبارة عن 101.325 كيلو باسكال اذا استعملنا مع الكيلو باسكال. فاذا هاي اللي هي الوحدات المستخدمة لقياس البريشر. هلا في عنا كمان كيف بدنا احنا نقيس البريشر، how we can measure the pressure. في عنا الأجهزة أو devices اللي تستخدم لقياس البريشر قسموها لثلاث أقسام رئيسية اللي هي 3 classes. هاي classes، فإنه في عنا 3 classes، ثلاث أصناف من الأجهزة. الصنف الأول the first class which depends on the measurements of the height of liquid column such as manometer and barometer، جهاز البارومتر والمانومتر زي ما حكينا قبل شوي، زي لما بنقيس ارتفاع الميركوري في التيوب. النوع الثاني second class involves the measurement of the distortion of an elastic pressure chamber، واللي بيكون شكله زي هيك بيستخدم في قطعة معينة. وفي النوع الثالث اللي هو device is based on electrical sensors، بيكون في عنا حساسات كهربائية. فهاي انه اشهر الاشي. طبعا احنا يعني ما بهمنا انه طريقة الميجرمنت، بهمنا القوانين المستخدمة اللي بدخل فيها البريشر. فاول قانون حناخذ عنه اللي هو البويلز لو، زي ما حكينا بدنا ناخذ الخاصية نعرفها شو الوحدات القياس تاعتها وايش القوانين المتعلقة فيها. فالبويلز لو بحكي لنا بنص على هو واحد من قوانين الغازات، اخذته بكيمياء عامة واحد، قوانين الغازات اللي هم بويلز وتشارلز وأفوغادروز والقانون الغازات العام. رح ناخذها احنا كمان بكيمياء فيزيائية. فعندنا البويلز لو بحكي لنا the pressure of a fixed amount of gas، ضغط كمية معينة من الغاز varies inversely، تتغير بشكل عكسي with the volume of the if the temperature is maintained constant، يعني إذا حافظنا على درجة حرارة ثابتة. العلاقة ما بين الضغط وما بين الحجم للغاز علاقة شو مالها؟ عكسية. هلا هاي الرسمة بتبين هاي العلاقة. هلا بنلاحظ نطلع هون على البريشر، قياس البريشر هون، قياس البريشر بنلاحظ إنه بيكون واحد بيرتفع لاثنين، واحد لاثنين. temperature بنلاحظ انها ثابتة. هلا شو بصير لما بنعمل increase للpressure؟ increase للpressure يعني احنا بننزل هاي، بننزل المكبس هيك، فانا بزيد الضغط. لما بزيد الضغط بنلاحظ على مقياس الحجم انه هنا واحد اثنين ثلاثة، بيكون بالبداية اربعة، مجرد ما يزيد الضغط بنزل لاثنين. فاذا هون علاقة شو مالها؟ عكسية.
as pressure increase، زي ما احنا شايفين هون بالرسمة as pressure increase شو بصير بالفوليوم؟ بده ينزل بقل بمقدار معين. اذا هذا هو قانون بويلز للغازات واللي بيدخل فيه البريشر. هلا كيف بدنا نعبر عن هاي العلاقة رياضيا؟ انه في عنا علاقة ما بين البريشر وما بين الفوليوم، وهاي العلاقة عكسية، فبريشر طردي مع واحد على V، واللي هي انه العلاقة عكسية، او ممكن واحد على P طردي مع V. هلا اي علاقة لازم يكون في عنا اشي اسمه ثابت التناسب proportionality constant. فهون اذا بدنا نطلع ثابت التناسب proportionality constant، هون بنحكي انه B بيساوي constant على V، فهون العلاقة هاي بنحولها ليساوي بندخل constant، فبنحصل على انه P ضرب V بتساوي constant، حاصل ضرب البريشر مع الفوليوم بتعطينا رقم ثابت، وهاي العلاقة valid at constant temperature and number of mole، هي صالحة فقط لما بكون في عنا درجة حرارة ثابتة وعدد مولات ثابت. هلا لو نشوف هاي الرسمة اللي هي العلاقة ما بين البريشر وما بين الفوليوم، زي ما شفنا قبل شوي علاقة عكسية، يعني احنا بالرسم اللي قبل اخذناها انه البريشر على الاكس اكسس والفوليوم على الواي اكسس، هون عادي لو عكسناهم صار عندنا البريشر على الواي والفوليوم على الاكس اكسس، as volume increase كمان البريشر شو بصير له decrease. هلا هون مجموعة من الخطوط، انه كل خط من هاي الخطوط على temperature مختلفة، فأي علاقة بتم دراستها على temperature ثابتة بدنا نعطيها مصطلح اسمه isotherm. هلا هذا الكيرف بنسميه isotherm curve، ليش؟ لأنه at a constant temperature. هلا لو رسمنا واحد على P مقابل الفوليوم، هلا بنشوف إنه إحنا هون الرسمة شو مالها؟ منحني، مش خط مستقيم. ممكن نحول هاي العلاقة لخط مستقيم إذا رسمنا البريشر versus واحد على V، أو فوليوم versus واحد على البريشر. فإحنا هون نأخذ واحد على P مقابل الفوليوم، لو رسمناهم رح نحصل على علاقة بخط مستقيم زي ما إحنا شايفين. شو الهدف إنه إحنا نحول العلاقة لخط مستقيم؟ أسهل لنا مشان نلاحظ الديفيشن عن قانون بويل، يعني صار في عندي انحراف عن قانون بويل، فالخط المستقيم بيكون أسهل لأنه نلاحظ الانحراف، لأنه بصير مثلا عند نقطة معينة ببطل مستقيم، صار في عندي ديفيشن، بصير منحني، فهون أنا صرت بعرف إنه في عندي ديفيشن انحراف عن هاي العلاقة. فإذا the advantage of this plot over a P against V، يعني ميزة هاي الرسمة اللي هي واحد على P مقابل V على الرسمة اللي هي P against V، اللي هي بتعطينا إنها linear relationship علاقة خطية، و makes it easier to see deviation from the law، تخلينا إشي سهل إنه نشوف الانحراف عن هذا القانون. هلا كمان هون توضيح أكثر للقانون، بنلاحظ إنه بنزيد الضغط بقل الحجم، بنزيد الضغط بقل الحجم. هون الرسمة اللي هي ما بين الفوليوم والبريشر، كل ما بزيد البريشر بقل الضغط. هون الرسمة لو أخذناها بالشكل الخطي واحد على V مقابل البريشر، أو ما زي حكينا قبل شوي واحد على P مقابل الفوليوم، بصير كمان بنلاحظ العلاقة شو معناها، بتكون خط مستقيم علاقة خطية. بدي أشوف قيمة الكونستنت أثبت إنه العلاقة ما بين PV هي تساوي ثابت، فبنرسم PV مقابل ال P أو الفوليوم بيعطينا كونستنت اللي هو هذا الثابت اللي ناتج من العلاقة. فهذا هو قانون بويل للغازات. هلا لو جينا أخذنا إكزامبل على هذا القانون، في a gas occupies، في عنا هون غاز حجمه 12.3 لتر at a pressure of 40 مليمتر زئبق، بيعطينا الحجم وبيعطينا ال pressure. What is the volume when the pressure is increased to 60 مليمتر زئبق؟ هلا صار في عندي زيادة بالضغط، شو رح يصير بالحجم؟ هلا احنا من قانون بويل اللي أخذناه قبل شوي، كل العلاقة شو مالها؟ عكسية، فأنا عندي 12 لتر وبريشر 40، بحكي لي when the pressure is increased، زاد البريشر، إذا أنا شو بدي أتوقع بده يصير بالفوليوم؟
بده يقل. هلا لما احل لازم الفوليوم يطلع معنا اقل من 12.3 لتر. هلا كيف بدنا نحل؟ بما انه العلاقة ما بين البريشر والفوليوم بي في بتساوي كونستانت، اذا بي في 1 بي 1 في في 1 بتساوي كونستانت، وبي 2 في في 2 بتساوي كونستانت. اذا هم اثنين شو مالهم؟ متساويين، بنجمعهم في قانون واحد. فبي 1 في في 1 بتساوي بي 2 في في 2. بنعوض بي 1 عندنا بالقانون هي 40 ملم زئبق مضروبة في الفوليوم الأول هي 12.3 لتر، بتساوي بي 2 البريشر الثاني عبارة عن 60 مليمتر زئبق مضروبة بالفوليوم الثاني اللي هو مطلوب إنه إحنا نعرف شو هو. هلا أهم شيء إنه اليونتس تكون متناسقة، يعني هون عندنا البريشر هو بالمليمتر زئبق، فإذا كان وحدة فيهم معطيني إياها بدرجة ثانية لازم إنه إحنا نعمل تحويل. هلا هون لما نحسب بطلع لنا في 2 بيساوي 40 في 12 تقسيم 60، في 2 بيساوي 8.2 لتر. زي ما حكينا انه لازم يطلع اقل من 12.3 لانه العلاقة شو مالها؟ العلاقة عكسية. فاذا طلبها منا بالمل بنحول نقسم او بنضرب ب1000 مشان انه نحولها للتر، فبطلع عندي 8200 مل. هلا في المحاضرة الجاي القادمة رح نتناول جيل وساكس لو وتشارلز لو ان شاء الله. فاحنا هون بهاي المحاضرة بيكون غطينا اللي هو الزيروث لو الثيرمال ايكوليبريم، حكينا عن الزيروث لو اوف ثيرموداينامك قانون الصفر للثيرموداينامك، وحكينا عن الخصائص للسيستم. بلشنا بالتمبرتشر، ايش المقياس المستخدم التمبرتشر، شو تعريف التمبرتشر وشو الأداة اللي بنستخدمها لقياس التمبرتشر. بعدين بلشنا بالبريشر، عرفنا شو هو البريشر، أخذنا مثال على البريشر اللي هو الأتموسفيريك بريشر، وبلشنا بأول قانون يتعلق بالبريشر واللي هو البولز لو. المرة الجاي رح نحكي عن تشارلز لو بصيغتين، له صيغتين، رح نحكي عن الأيديال جاز لو اللي هو قانون الغاز المثالي.